هنا جسر الخير بالبليلة، شباب جمعهم حب الخير فأنشأوا مائدة إفطار لعابر السبيل يمر عليها صائمون من مختلف الولايات. رمضان الخير، وجوه الخير، الخير يجمعنا، صناع الخير، قوافل الخير، فينا الخير، دير الخير وانساه. سبع جمعيات توحدت قبل سبع سنوات تحت مظلة الاتحاد البليدي، واختارت مساحة تحت الجسر بالطريق السريع بابن مراد. 300 وجبة تقدم يوميا للصائمين المارين من هنا بحسب ما يجود به المحسنون. والله كل يوم نفطر هنا، الحمد لله كنا نفطر كأننا في دارنا. أكشف المائدة، الله يبارك، كلش كائن. أصدقكم أنا في الطريق، الله يبارك، الله يبارك في الخير كبير، إنه كلنا في دارنا. أذن علينا الطالب، أنا قلنا أنا الناس في البليد هم يفطروا فينا، قائمين بينا الحمد لله. كاين وجبات ما شاء الله على حسب ما يجود به المحسنين لينا، الله يبارك. اليوم رانا اليوم أحدى، اليوم 11، رانا ذبحين بقرتين. يقول هؤلاء الشباب أن غايتهم نيل أجر إفطار الصائمين من جهة، والتقليل من حوادث المرور من جهة أخرى. الفطور هذه في الطريق مليحة، ما تخليش بس زعما دير لافيتاز باش تلحق الدار تفطر، ولا ما نعرف منها تفطر هنايا مع خاوتك، مع كاع مع بعضنا عائلة واحدة، باش الناس ما تجريش، باش الناس يعني نحسوهم بالخطورة تاع الجري، وكذلك باش نديروا نتجروا مع ربي سبحانه ونعملوا العمل الخيري. قبل أن يفاجأوا بقرار رئيس دائرة ولد يعيش بإلغاء رخصة النشاط الخيري من دون حجة أو تبرير. فاجئونا بقرار يعني والله مفاجئ وغريب في نفس الوقت، أنه تم إلغاء رخصة إفطار الصائم، وهذا لأسباب أمنية. إحنا سبب يعني كان غريب قليلا، ولكن حبينا نفهمه، حبينا لو كان صابوا الحلول مشي إلغاء القرار. هذا الجسر عندنا مدة 6 سنوات هو يقام فيه الإفطار تاع الصائم، والحمد لله يعني رانا اليوم 11، اليوم الإفطار الرقم 11، مسرحتي مشكل الحمد لله يا رب. يناشد الاتحاد البليدي للجمعيات والمجموعات الخيرية أن تعدل السلطات المحلية عن قرار هدم جسر الخير، جسر عمره 7 سنوات لا يود أصحابه سوى استمراره، فهم لا يريدون جزاء ولا شكوراً.